forcément, c'est des moments qui touchent dans le sens où, voilà, le Maroc, bah, c'est notre patrie, c'est notre pays déjà. Et puis voilà, c'est aussi un peuple de football et qui, malheureusement, n'a pas vécu les moments qu'il aurait mérité de vivre dans son histoire. Et donc voilà, aussi on avait ce devoir de rendre fier tout ce peuple. L'ambition d'Yana qu'elle y ait dans l'histoire, que nos premiers du groupe, on dira deux victoires, les Kenf, toutes les coupes du monde, Madernach, on a une victoire en 88 avec le Portugal, on a une victoire en 98 avec l'Écosse. Donc le challenge d'Yana qu'elle y ait dans 6 semaines, on dira les Madernach 40 ans. زعما كنحس بالدوخه داكشي كلي ماتش واش نقدروا نديروا شونجمون دابا ولا لا. شاف فيا تا هو دار قال ليها والله ما عرفت. لكن كنا حاسين وكنا كنهضروا على بلجيكا غادي ناكلوهم. اسود الاطلس يدخلون التاريخ من بابه الواسع ويتاهلون لدور النصف النهائي من بطوله كاس العالم قطر. On va dire pas de protéger le minimum le match nul bah man saydouch hna عارفين غنتاحو مع لي فيناليز ديال la dernière coupe du monde مع le meilleur milieu de terrain في العالم donc مع l'humilité ديالنا ما مشيناش باش نقولوا لا غنمشيو غنربحو غنمشيو اتاكي وغنفرحو الناس كاملين في العالم يشوفوا شنو هي الكره المغربيه لا مشينا بديك l'attitude ديال لي grandes équipes لعبنا مي با ليبيري لعبنا شويه مع شويه خف ماشي خفنا مي شويه مع الفران ما بغيناش نديرو لي زيرور وكلشي ابري سكي تري امبورطون سي كو اون با بيردو اون با بري دو بوت مي سو ماتش لا اي نوز ا بوكو سيرفي بور لو ريست سافي كو لور ميي دو تيران ايتي لور بوين فور باسكو كان تو جوز كونت des joueurs de classe mondiale, hein. T'avais Modric, t'avais Kovacic, c'est des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs et on savait que ça allait jouer dans le milieu de terrain et je pense que qu'on s'est bien débrouillé à ce niveau-là. والوقيته اللي حتى حنا قدرنا يعني نكريو شي حاجه ف كرينا ولكن ما يعني بحال قلتي بالعقل يعني ما بقينا فريمون كونسونطري و كما كنقولوا يعني ما بعناش راسنا يعني في داك الماتش الاول. دخلنا ودرنا ديك اللاعب ديال حق كاع حنا المغرب غنلعبوا ونشدوها وهادي ونديروا غادي ماركيو علينا ونقولوا لعبنا مزيان كيفاش نقولوا حكيناهم دورناهم وفي الاخر شحال درنا وخسرنا تخسر الماتش الاول ديال كوب دي موند تخسر واحد 80% بانك راه دوز للدوزيام تور هادي لوجيك يعني الماتش الثاني غادي تدخل عندك دي دوت غادخل مع ماشي اون كونفيونس وغادي عاوتاني تقدر دير ماتش متعادل ولا شوف شنو غدير وتمشي شي عاوتاني غنبداو نهضرو على السيناريو ديال لعبنا ثلاث ماتشات ودخلنا للمغرب عاوتاني التجربه و يعني ولو طالون ديال اللاعبين اللي خلانا يعني واخا داك اللحظه اللي حاولنا حنا نديرو ان بو بلوس في الاخر يعني كانت واحد لا فيجيلونس كانت واحد لا كونسونطراسيون ما
كانت واحد لي بيرت دو بال لي هما بات لي كانوا يقدروا نقدروا نتصيدوا فيها في لي بال زاريتي كنا مركزين فكان بلوس واحد يعني داكشي بسيشيك اللي خلانا يعني باش ما نتصيدوش في الماتش ديال كرواتيا. If you lose the first game, it's gonna be hard to go through to the next round. So it was a hard game, but I think I don't have to talk a lot about it. I think we showed the passion, we showed the fighting spirit, and we showed the Moroccan way. تصاب نصير مزراوي نت ندير العملية الإحمائية. إنفو كيف نت قلت هذه هي الفرصة اللي كنت كنتسنى. مش حال هذه وخدام عليها مش حال هذه هذا قلت كنت نتحاور مع راسي كندير حملة إحمائية وكنت نتحاور مع راسي كنقول هذه هي الفرصة ديالي خاصني نكون في المستوى بلاد كاملة كتسنى 40 مليون واحد بغيت نشكره من هذا المنبر اللي صراحة حيد عليا كاع الضغط قال لي دخل أولدي إن شاء الله بحال ديما كيما الوداد والله يسر ليك الحمد لله هاد الكلمات عطاوني واحد الثقة في نفسي كبيرة وحيدوا عليا الضغط كامل الحمد لله وربي يسر ليا وكانت النتيجه ايجابيه. فيما كيبغي يدخل تمشي عنده نقول يحيى جنون جنون خاصك تحرك ليا حيت حنا في الوداد ملي انا ملي كنكون داخل شي ماتش تقول لي حيت انا مسمي الجن تقول لي جنون جنون صافي كنسمع هذيك الكلمه تنقولها ليه مسكين كيدخل كيتقاتل كي هادي وشوف ربي سهل وكان مزيان في لا كوب دي مون. بيت ليغور ديال ان جون باغي يدير كل شيء اون ميم طون سكي نورمال ابخي لي اللي بقى فيا هي مور هذا الماتش بزاف الناس انت عارف دابا كاين لي ريزو سوسيو وخا تشو بروتيجي الجوار كيدخلوا حتى لعندو مع التليفون مع لي زافي نيجاتيف دونك حسنا احنا في لوتيل مي ضراتو شويه انا درت الخدمه ديالي في نادوه الصحفيه قلت لهم الاول عندنا الثقه ومازال عنده الثقه وانا عارف شي نهار هو اللي غيربح المغرب باسكو عنده دي كاليتي او دسو لا موين. الماتش كان كيحاول يترانكيليزيني شي شويه كنت مع الصعب حقاش ما كانوش كيخرجوا لي الحوايج و الشعب المغربي كانوا هذيك لا كريتيك كانوا شي حاجه عاديه ان شاء الله ما كانش مزيان حق هادي حق هادي ومن تنقولش لك غير من لي ريزو سوسيو حنا ديجا حنا وصلنا لواحد الوقت اللي تنهضروا في لي ريزو سوسيو كثر مش نهضروا على داكشي اللي في تيران هذا اللي سي سي, سي دوماج وصلنا لهاد الشيء هذا اللي وصلنا ليه دابا ديال ما بقيناش نشوفوا كره ما بقيناش كنهضروا على كره تطريح ماشي واحد تهضر معاه على كره تحس بيه كيفهم في كره. يشوفنا لي 3 جور ريفوا فيت باش اي واحد يعرف شنو خصو يدير لي غروز ايكيب شاك فوا تو تخافي لي غروز ايكيب راقيت بارينا دراري ايل سون بروميرمون بيان اورغانيزي ايل برين با بوت اي ابخي مع الدراري اللي عندنا القدام لي جوغ دو تالون اي نو فون غاني لي ماتش اي اون اوسي لي كوب بياريتي با كونتر لي ديرنا تد لا كرواسي هادي اون لو بيغ با ما نخلوهاش باسكو اليوم شي واحدين باغي يبانو كنخدمو زي فان غون ماتش كونتر نخدمو اونكور اليوم ولا خصنا نجريو 50 دقائق 60 دقائق 70 دقائق عندنا الدراري في لو بون اللي غيعاونونا مرة أخرى الدراري قلت لكم لو بون غيربحنا خويتو بيا باش ما نكذبش ماشي كاملين غنساليوها اليوم نربحو باش ان شاء الله تهالو اليوم هاك بالكرة ديالنا هاك ما نخرقوش ماشي نبقاو ديك هادي على والو كونسونتخي انتيليجون هاك لعبو الكرة فين هو الحلول الدراري ستوب شوفوا tout le temps. On fixe, on revient, on va là. Regardez Feynoma. OK? Donc on fixe là où là, حق خصنا واحد قفز اللي غيخرجها ويلعبها. الوالدين ديالنا مشاو شي واحد من كندا، شي واحد من هولندا، بلجيكا، الالمان، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا. كاين اختلطوا المعارف علاش؟ على الوالدين ديالكم ما تكذبوش. ما تكذبوش. Pour les familles. كتبغيو لي فامي ديالكم هاد اليوم الشعب غيكون معانا استاد عامر في المغرب كيسمعو غير منكم غير تقاتلوا الدراري ما تصيدوش غير تقاتلوا ماشي الوالدين ديالنا داروا هادشي كلشي باش ترجعوا باش ما تفعلوا بلجيكا تخافوا غنلعبوا الكره ديالنا بحال
بحال شنو غنلعبوا الكره ديالنا؟ سبع من العرب تيكي تاكا نضحكوا اليوم والمغرب كامل كيشوفكم اليوم غنديروا هاد الماتش ونتعيو ان شاء الله الدراري داكوغ. لا ما غنعاود لك حنا ما كنمشيوش مع لوبسيون ديال التعادل عمرنا ويقدروا يقولوها لك الدراري كنمشيو باش نربحوا بحق اي ماتش عنده السيناريو ديالو وعنده لا فيريتي ديالو مره كتبغي تمشي باش اتاكي والفرقه اخرى ما كتخليكش مره كتبغي ديفوندي وكتخليك الكره حنا باكونت مشينا باش نربحوا هذا الماتش كنا باغيين نربحوا الماتش باسكو كنا عارفين ولا بغينا الماتش الثالث تكون عندنا كل شيء في يدنا كان خصنا نديروا ان غرو ماتش وهو الماتش الفينال ديالنا. اي ثينك ذا كي واز ذات وي وير a team, a family, all together. We did it all together. All the players, the fans, our families who were with us, the staff, everybody. We were one family. We fight for each other. We fight together. And I think you saw the fighting spirit. I think this was the key to do this, what we did. Il nous a tout simplement dit, les gars, Ré, il est beau. Ce qui va se passer, ça va se passer. Ré. Tu m'as rien là-bas, le plus important, la boublée, les regrets. Tu m'as capable. Je connais, je n'ai rien d'autre que ça. Je n'ai rien d'autre que ça, mais je n'ai rien d'autre que ça. Tu m'as rien là-bas, qu'on nous déterminait, suivait les consignes d'elle. Ou après, la boule courra d'elle comme. Inch'Allah, on rentre pas en Belgique. Oui, dit que je suis allé au marché, donc quand on a d'art, on est jeune. Donc, je suis allé يعني نطيح على جنبي اليسار و حتى في ديزاكسيون مثلا ملي كنديكاجي كوره شي حاجه كنحس بلا اونج ديالي انا كضرني هذيك. دونك منين دويت مع الدكتور هيفتي كنا دونك شفنا باش يعني ندقوا واحد البره ديال الانستيزي باش من زعما يكون داك الامباكت وشي حاجه ما نحسش حس ب بأماليز حس بأماليز جاتو الدوخة وذكرت مع وليد باش يخرجوا صافي الدراري كي قبل الماتش كيقراو القرآن وداك الشيء مجموعين وأنا كنحس براسي هذا الشيء دايخ بحال في جيكنازة صافي هي هذيك خرج تمينا غادي التونيل جا عندي كورتوا سلم عليا وداك الشيء وأنا كنحس براسي دايخ فهمتي وقفنا يا ديك دويت مع رومان قلت له زعما كنحس بالدوخه وداك الشيء قلت له ما عرفتش واش نقدروا نديروا شونجمون دابا ولا لا دون الكولوار اي افون دو رونتري سور التيران اي مي دي كي لي بري دو اي لي بري دو فيرتيج اي فوالا تيت كي تورني كي se sentait pas très bien et que peut-être pour lui la meilleure des choses c'était pas forcément de jouer le match. Comme todos viste no bueno se no se encontraba bien y bueno yo salía bueno íbamos a ponernos en para el límite nuestro y bueno ya en ese momento yo a bueno no lo veo bien y él me hace señales que me prepare, entonces bueno, yo al final no sabía que se encontraba tan mal porque él me dijo prepárate, entonces yo pensaba en cuanto acabe el himno salir a calentar y prepararme para por si había que entrar, ¿no? Si no se encontraba bien y bueno. Ouais, parce que Masranch m'a retrouvé que le match aida les 10 premières minutes muhimin ou surtout les joueurs بحال بحال قلت لك كان عندنا un groupe soudé. Où le discours d'Yenna dit ma qu'un hna groupe l'irait trop l'irait garat donc le discours qu'un ouah adam nitral gounassa fait matrawelo hna arfin chino gandiro l'irait trop l'irait dire khna dielo mounir saraha bravo ali parce que bech trol heida mech si sehla et les premiers arrêts qu'un mohimin. Sobre todo ver el campo lleno de marroquí de nuestros aficionados, ¿no? Yo creo que mayor motivación que esa no hay. No hay tener a mi familia ahí al lado, mirándome, a todo Marruecos, a todo el mundo apoyándonos, yo creo que es más fuerza que eso. Y bueno, y mis compañeros, la verdad que el saber que confían en ti, ¿no? Que bueno, que me mostraron su confianza en ese momento. مباراة بلجيكا مختلفة على كرواتيا. كما قلت لك كرواتيا كانوا بحال نقولوا واحد فخان عندنا ما قادينش ما بغيناش نغلطوا
بهذا المعنى ما بغيناش نغلطو حيت الغلط يكلفك الاقصاء من المجموعه. ملي خدينا النقطه الثقه بدات كطلع وخديناها بالاداء زعما خديناها بالاداء وعرفنا باللي وقفنا ضد وصيف البطل. بونس كو افيك لونفي كون افي لونفي دو فوالا انكور اون فوا دو دوني دو مونتري سكون بوفي فير كو فوالا كو الماروك نيتي با جيست اريفي ان كوب دو موند بار هازار مي كو اون فولي مونتري كون افي دي كاليتي. Et je pense que mentalement, on était plus fort qu'eux, tout simplement. On était plus focus, plus concentré. Et ça s'est vu, on a continué à donner jusqu'à la fin. Et c'est à la fin qu'on marque les buts. Vous énervez trop. Et même le but, s'il est accepté, je n'ai pas eu mon calme. C'est pas comme si que nous, on avait gagné le match. On reste concentré comme une grande équipe. On marque, on est content, on se replace. Encore ! Tu viens de quoi faire des problèmes, toi ? Il a pas le Hakimi, au lieu d'y aller, tu viens, et il vous pique le ballon. Pas, et reviens, et tu fais ta bonne prise de balle, ou tu remises. Et quand ils viennent, si on n'a pas de solution, on va à l'autre côté. Adel, 45 minutes, on va mettre le ballon, on va te le prendre. On va marquer. بالكل ماتش كان كيوري كيصيفط لي واحد الميساج كان كيقيس لك قلبك فهمتي وكان كيورينا المغاربه شحال هما كيتسناو فينا باش نديرو شي حاجه زوينه ونفرحوهم اللي عندهم الفلوس اللي عندهمش الفلوس اللي ساكنين في الزنقه اللي ساكنين المهم كلشي كان كيتسنانا وكلشي كان فرحان. انا نورمال كنت كنحلم هادشي فهمتي باش نلعب كوب دي موند حيت مازال ما كنتش ملعبتش حيت الاول ماتش كنت قبل الاول ماتش كنت كنتريني بوحدي حيت كنت مشيت بلسير وثاني ماتش كتعرف يمكن نقدر ندخل اليوم و بحال قلت لك ملي كنت صغير كنت كنحلم باش نلعب كوب دي موند وباش نماركي المغرب في كوب دي موند حاجه احسن حاجه كديرها في الكره ديالك. لي شانجمون ان طونك انترينور باش تكون عندك باش نقول لهم لوميليتي ديال الانترينور سي مره كتمشى شي حوايج مره ما كتمشاش. شفتي الشانجمون ديال صابيري مع بوفال و ابو قلال يمكن في ديك الوقت بوفال كان بدا كيقلع وبدا كيدخل في الماتش بالحق شفت شي حوايج اخرين ولا ما كناش ماركينا يمكن كانوا غيقولوا كيفاش خرج بوفال فهمتي. الماتش كان مزيان كنت عاد كندخل الكونفيونس كان لي زيسباس وكل شيء و كنحس براسي كنحس براسي كوم كوا عندي الفرصه باش نعاون لي كوبان وباش نربح هذا الماتش ولكن الحمد لله ديريكت ابري اون ا ماركي اي اون ا غاني سي ماتش لا سيتي لو بلوس امبورطون. شي حاجه اللي كندير ديما كنحلمو كندير النيه كنصلي و كنترينا ديما في 100% وهذا شي حاجه اللي بغات. يو نيد تو بليف You need to believe and you need to work hard and to make your dreams come true. I, of course, I say inshallah can shajlu ma Belgica fi Eid Milad dial. You can shoot. And I said, okay, I'm gonna give a cross. He said, no, shoot. And I said, okay. And then I was shot. On a arfin courtois, mais c'est pas vrai. C'est une stratégie qu'on fait l'idirnaf les matchs avant. Rem à les matchs, quand il y a Hassan. كنت كنديرها مع الوداد بوكو سيت فاز اريتي كان عندنا دي جوار اللي كيضربوا مزيان داودي ولا عطيه الله دي عطيه الله كان ماركا واحد كوفرون هيدا مع بيترو في دومي فينال دونك سي كيك شوز كون ترافاي مي با سبيسيفيكمون على البلجيكا كنا عارفين في لي كوت بي اريتي مع بلجيكا اون بوفي ماركي مي هاد الطريقه غنقولوا ديالنا خصنا نسدو وكان خصنا واحد اللي طويل وصحيح وياميك عنده هاد لي كاليتي طبيعه الحال فالمدرب هذا هو الدور ديالو انه كيقرا الاحداث ديال المباراه كنظن انه دخلني لحقاش كنا رابحين بواحد الزيرو والفريق البلجيكي كان ضغط علينا واحد شويه لحقاش قربت الدقائق الاخيره من المباراه دخلني انني باش نسدو نزيدو نحاولوا نرونفورسي ولا لين ديال لا ديفونس هرب من ليها صافي هرب هو بلا ما يشوف داكشي علاش حكيم النيفو ديالو كتعرف بلا ما يشوفك هو عارفك انت فين كاين صافي انا خديت بلاصتي ونقول ان شاء الله تجيك الكره هو بلا ما يشوفها طاها ليا وصافي خصك غير تضربها مزيان.
إحساس لا يوصف. أنا ما كنتش مازال في قطر، كنت هنايا أنا والوالدة وبناتي بجوج، كنت فرجوا شاعلين لابسين تحنا المنتخب جالسين تنتفرجوا داكشي، راه ما تخيلش ما تخيلش. أول حاجة يعني بدأ الغوات وبدأ البكاء، هذه يعني ما بحال اللي الجمهور جالس تما بحال اللي حنا في الطاق. ستريس بزاف بأنه خايفين، بغينا الدراري يلعبوا مزيان، بغيناهم يديروا يعني شي حاجه اكثر من الجهد ديالهم باش حنا نبينوا العالم بان المغرب راه كاين. بغينا يعني كنشجعوهم في التليفون في هذا، المهم كنقولوا لهم ديروا اقصى الجهد ديالكم، المهم حنا بغينا نبانوا المغرب حتى هو بغينا يبان. ولم فيك ستاسك سمعت كاع المغاربة في السنقة كيحتفلوا بك الحمد لله. دابا رجعوا ارزيرو باش نربحو، كنا باغين لا بروميير بلاص وما بغيناش نطيحو في ديكشي اللي طرا مع المغاربه مع الفرق ديال المغرب قبل. ديما الماتش الثالث كنديرو لي كالكول وكنبقاو نهزو التليفون كنشوفو الراديو اش كيديروا يا اخرين. كنا عارفين ولا خسرنا وبلجيكا يربحو بواحد ولا شي حاجه نكونو نتقصاو. الحق لامبيسيون ديالنا كان هي ندخلو في ليستوار، نكونو بروميير ديال الجروب ونديرو دو فيكتوار اللي يمكن في toutes les coupes du monde ma dernière dirna une victoire en 86 مع البرتغال، دينا une victoire en 98 مع ليكوس. دونك لو شالنج ديالنا كان هي في السيمانه نديرو اللي ما ديرناش 40 سنه. Je me rappelle des mots que j'ai eu juste avant de rentrer à l'échauffement qui ont été voilà de dire de se regrouper et de se demander chacun de se demander est-ce qu'on veut
Est-ce qu'on veut rester encore à Doha ou est-ce qu'on veut rentrer chez nous? Donc la réponse, elle a été simple et claire pour tout le monde. Et chacun d'entre nous, c'est qu'on voulait rester encore à Doha. Donc à partir de ce moment-là, voilà, on savait ce qu'on avait à faire pour ce dernier match. Avant le match du Canada, j'étais allé au Canada. Donc, je savais qu'on pouvait le match, mais... طلعش كيما هادي وكتولي واحد كيقول لك حق راه باع الماتش ولا فهمتي. كندا كانت مزيانه بزاف غير كانوا خسروا جوج الماتشات ديالهم الاولين ولكن كانوا يقدروا يربحوهم ما كانتش راه حيت كانوا خايبين كانوا مزيانين وفي الاخر حنا كنا ما خصناش نخسروا ياك كنا خصناش نخسروا صعيبه باش تلعب باش ما تخسرش حنا قلنا خصنا نلعبوا باش نربحوا لا ما كانش ضغط في مباراة كندا كان الضغط الكبير هو في مباراة بلجيكا نقول لك صراحة حيت مباراة كندا كنا كنتسناو الماتش ديال بلجيكا وكرواتيا يقدروا يكونوا مفاجآت حنايا دخلنا قلنا خصنا نربحوهم حيت الا جيتي تشوف كنا خدينا نقطة ضد المنتخب الكرواتي ثلاثة نقاط ضد المنتخب البلجيكي وكندا ما كانوا خداو حتى نقطة دونك قلنا حنايا فايتينهم زعما بكل احترام لهم حنا عندنا ثلاثة نقاط دونك هما اللي خصو يخافوا منا اوسي واحد اللاعب اللي ماركا في اي كومبيتيسيون مع المغرب في لي كوب دافريك ولا في كاس العالم دونك فوالا كان لو تشالنج ديالو يماركي في هاد كوب دي موند وانا كنت عارف ملي غيماركي هاد البيوت غيتطلق دونك هادي اللي كان كيمني ملي شفتو ماركا كنت فرحان باسكو عارف غنجبرو واحد يوسف اخر موارد الماتش كوكين كيوقع هاد الشيء غنقول لك لا ملي تلقينا هدف والله العظيم الا الثقه كانت طالعه عندنا احسن واحد من احسن الحراس في العالم عندنا لعابه كيلعبوا في دوريات كبار لا ما علاش تكون علاش نكونوا مخلوعين تلقينا هدف اوكي كنا رابحين اصلا بجوج لزيرو تلقينا هدف صافي خصنا نكملوا هكاك ونحاولوا نزيدوا ماركي والثالث ولا ما كتبش نخرجوا بجوج واحد لا بديتو كتفلاو لا بديتو يو بيجين تو جو يو سينك ذا جيم از ايزي سي بيان ساس كان بارتيو اس فاسي ان كي ساموس تيكي تاكا ان وسرا ريا كنبداو نلعبوا ديك الكره قدام الكاري ديالنا لا يا با دورغول يا با دورغول ما كانش ديك نفس خاويه الدراري غندخلوا غنجيروا الماتش في الفرقه كبيره غير فودرا كالمي اون كان غير ان سيمين اون كان غير ان توش اون كان ومن غير كنت على الكره نمشيو نماركيو التالت يا بخي الدراري غيدخلوا حتى هما غيدخلوا غيعاونوا هادي هي لا كاليفيكاسيون كان عندكم قبيله كان عندكم سهله دابا حيدوكم يد واحد يد واحد والله ما يحيدوها دري عندكم هنا لا كاليفيكاسيون ديال الحياه ديالكم سا سا فو الكو دو موري سا فو الكو دافوار ليكران دو تير تشات مي اي دان قربتي تدخل في ليستواغ دوز بحال 86 دونك سي نورمال كان لا جيستيون ايموسيونيل هادشي اللي خصنا مازال نخدمو غتجي مع الوقت مع لي كاليفيكاسيون كوب دو موند غيبداو يدخلوا مرتاحين كثر الدراري على هادشي كنرجع على هاد الدراري اللي كنجيبو صغارين باش يعيشوا هاد الماتشات باش من بعد كاس العالم اللي جايه ان شاء الله ولا تاهلنا كونوا مرتاحين في هاد الماتشات هادو ايموسيونيلمون انت ملي كتكون يعني قربتي توصل لواحد الهدف فما كتبغيش تاخذ الريسك كتبغي يعني وماكسيموم يعني تدافع على داكشي اللي حققتي وسيرتو عندنا الدراري اللي يعني مزيانين في اللور بالاخص الدراري اللي مزيانين في لي ديوال و ديفونسيفمون يعني مرابط توا كان كيعاون بزاف ما نخليهمش يحلموا يقدروا يربحونا ولا شيء et se retrouver un peu dans la position où on s'était retrouvé nous 4 ans auparavant contre l'Espagne qui jouait sa qualification nous on avait plus rien à jouer on jouait libéré donc on savait que nous il fallait qu'on reste dans notre schéma de jeu, qu'eux allaient prendre des risques et qu'il fallait qu'on se serve des risques qu'ils allaient prendre pour les contrer et pour essayer de tuer le match derrière.
il y a ديك لا بريسيون تكون الاول تخلي ديك لا كاليفيكاسيون وخا هيدا ملي كتقرب من الاخر انت لاعب وكتقول غنديروها صافي حنا داخلين في السوار عرفتي انت لاعب وكتقول 86 باسكو حنا صدعنا على 86 دونك ملي كتقول لهم كيقولوا حنا قرابين دونك كتدخل ديك لو ستريس دونك هي هذه اللي طرات ولكن الدراري كانوا مستوى كبير دخل جواد كنظن حتى هو دخل في لا دوزيام ميتون يعني الدراري اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير وحافظنا على داك النتيجه غادي نحاولوا ندافعوا حنا في لالين ديال لا ديفونس ندافعوا بخمسه كنت دخلت لعبت في الوسط انا ولعب رومان سايس الوسط ولعبت انا ادغوات باش نعاون النصر المزراوي لحقاش كما كتعرفوا الفرق كان غادي كان عنده المهاجم اللي كيلعب في بايرن ميونخ ديفيز انا موجود الحمد لله دخلنا وقدرنا زعما كاش خطا الاضافه زعما واحد اللاعبين اللي قدموا اضافه كبيره قدموا مباراه كبيره كتدخل تعاونهم فخص تكون موجود هذيك المقابله كان فيها الضغط اللي كبير اللي عشته انا مع نفسي بعدا شخصيا حسيت بواحد الضغط اللي كبير ولكن الحمد لله بالعزيمه ديال الرجال والروح القتاليه ديال الفريق استطعنا اننا نفوز بجوج لواحد ونتاهل على راس المجموعه شفنا واحد الموتيفاسيون اللي يعني باش توصل لهاد الموتيفاسيون خصك تكون قصي اللعاب بزاف حتى واحد ما كانش عنده ديك لا مونتاليتي ديال الله غالب انا توعات هادي ما نقدرش لا تشوف لعابه يعني تشوف راه الا زاد لعاب عاوتاني راه يولي عاوتاني معات كثر من هاد التوعيت اللي معات وهادي يمشي عاوتاني بوغ دو مو لا تخوا مو ديال بليسيور يعني حنا مابقيناش نفكروا كاع واش نلعبوا كره مع فرقينا عندنا واحد بقيت نشتو كره خصنا نعرفو نخدمو معاه مي كنا عارفين الماتش غادي يكون صعيب الماتش ديال الاسبان كنا عارفينو هو الماتش اللي كنا داخلين عار موج ديال راسنا غادي نجريو ومن وصلنا البينانتي صافي سيرو ضربو بينانتي حنا راه عندنا بونو ان شاء الله راه هو غيربحنا